انا بارك الله عليك، شرفتونا يا مرحبا، حياكم الله. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. ما يجون السؤال كلهم فاتمة الأحزان بقال الله بقال الله وروح الأمر فاتمة الأحزان بقال الله بقال الله بقال الله بقال الله بقال الله بقال الله احنا اليوم متواجدين وياكم حتى نقف ويا وقفتكم مع اهل الاهنا بالموصل، احنا الشهداء اللي راحوا ضحايا فاجعه العباره. نجتمع اليوم في مكان الفاجعه، فاجعه العباره، الفاجعه الموصليه التي المت اهل العراق من شماله الى جنوبه، الفاجعه الناجمه عن سلسله من الفساد المترهل والفساد الإداري والتقصير الواضح والإهمال المتعمد لنينوى وأهلها ومقدراتها. اليوم وقفنا موقف مشرف مع أخواننا وشبابنا وأبطالنا، وقفة سلمية حضارية، ننبذ العنف وننبذ الفساد وننبذ التطرف. نريد أن نرجع الموصل إلى سابق عهدها، إلى الموصل الحضارة، موصل الثقافة، موصل الإبداع، موصل برجالاتها وعظمائها وقياداتها. هذا ما نريده اليوم. الحقيقة بالنسبة للفساد الذي المستشري في العراق عموما والموصل خصوصا، الفساد وصل في نينوى مبلغا عظيما، وكانت إحدى نتائجه هذه الفاجعة التي تقف خلفنا الآن ونقف نحن أمامها. الفساد مستشري في دوائر الدولة قاطبة، ومن هرم المحافظة مرورا بمجلس المحافظة وانتهاءا بالدوائر الفاسدة. ما أريد أن أقوله الآن إخواني أنه إحنا يجب أن نتكاتف كشباب الموصل وأهل نينوى، نتكاتف برجالها ونسائها ومثقفيها، زين، نتكاتف من أجل بطريقة سلمية، نتكاتف ونزيح الفاسدين الجاثمين على صدورنا. يعني لا زال لحد الآن قسم كبير من الضحايا، الكثير من الضحايا تحت المياه وذويهم لم يجدوهم، وصفقات المحافظ تباع وتشترى في أربيل، وعلى ما ذكر في الإعلام 11 مليون و12 مليون دولار و13 مليون دولار صفقات تدار لاختيار محافظ جديد غصبا عنكم يا أهل نينوى. هذا ملخص الكلام، يختارون محافظ غصبا عن أهالي نينوى. احنا بدورنا نرفض هذا السياسة ونرفض هذا التهميش، ونطالب الحكومات الثلاثة ابتداء من دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، نشكركم نعم على جيتكم للموصل، لكن عدنا عتب عليكم، هذه الجية متأخرة، كنا نتمنى تجون قبل هذا الوقت وتتلافون هذه الكوارث الموجودة في نينوى، لكن أن تأتي متأخرا
خير من أن لا تأتي. مع ذلك نريد منكم وقفة حازمة أن تنظرون إلى شباب نينوى وشارع نينوى بعين الجدية، لا تستخفوا بمجتمع نينوى يا رئاسات الثلاث، أخشى عليكم ما أخشاه، لا تستخفوا بأهل نينوى وشبابها. البطالة، العوز، النزوح، التهجير، هل تعلمون يا أصحاب الرئاسات الثلاثة، هل تعلمون هناك عشرات الآلاف من الأيتام طابعين في دور النازحين وفي دور الأيتام لنتائج الحرب الأخيرة؟ هل تعلمون هناك آلاف الأرامل وآلاف الثكلى لا مأوى لهم، لا معين لهم، وهناك قنبلة موقوتة سوف تأتيكم إن لم تستدركوها، ألا وهي الأطفال الأيتام المشردين، هذول قنبلة موقوتة وداعش بصيغة أخرى راح يجوكم بعد 10 سنوات. اصبروا، إذا ما راح تتقون الله عز وجل بالشعب، وإذا ما تحسنون الإدارة فأبشركم بما يسوقكم، راح يجيكم جيل راح يجيكم جيل جاهل غير متعلم، يكون أرض خصبة لكل فكر متطرف، وحينها ما ينفع الندم. رسالتي لكم العراقيين بمختلف أطيافهم من البصرة العزيزة إلى زاخو الخير، كلتنا أبناء هذا البلد وكلتنا في مركب واحد، أبد لا أحد يقول أنا في الشمال ما لي علاقة، ولا أحد يقول أنا ابن البصرة ما لي علاقة، والله هذا كلام ما صحيح. أنا عشت سنتين في البصرة في فترة النزوح، والله يحبوني أكثر ما يحبوني أهل الموصل، وأكرموني أكثر ما يكرموني أهل الموصل. شعب العراقي شعب خير وشعب جود وشعب غيرة وشعب نخوة، زين يجب علينا أن نتكاتف، احنا كلنا في مركب واحد. البداية اعزي نفسي واعزي مدينة الموصل بهذه الفاجعة اللي اودت بحياة مئات الشهداء غالبتهم من الاطفال والنساء. طبعا نحمل المسؤولية الكاملة الى مسؤولي وإدارة الجزيرة السياحية وايضا الى الحكومة المحلية، كون اختفى الرقابة وال طبعا الاهتمام والإهمال بحق أرواح العوائل، كان من المفروض أن تكون هناك اهتمام أكبر بهاي العوائل، هاي الناس اللي جاية حتى ترفع نفسها بمنطقة الجزيرة السياحية. كل ما يحدث بالعراق هو نتيجة فساد، نتيجة فساد إما عن طريق الفساد الإداري أو الفساد الأمني. طبعا مع كل كارثة تحدث أو كل حادثة تحدث في مدينة موصل تظهر التقصير الواضح من قبل الدوائر الصحية والدوائر الخدمية، يظهر العجز الموجود في المستشفيات، يظهر العجز الموجود في الدوائر الخدمية. الدوائر الخدمية تعاني، طبعا نشوف الشوارع، نشوف المناطق، بالإضافة إلى المستشفيات ما بيها حتى كانيولة، ما بيها المستشفيات، ما بيها أقل المستلزمات اللي يحتاجها المريض. لذلك أيضا نحن نتمنى أنه يصير ثورة من قبل الحكومة، ثورة في دعم محافظة نينوى ودوائر محافظة نينوى، لأن محافظة عائدة من احتلال داعش، عائدة من هدم بالمباني، عائدة من نقص بالخدمات، عائدة بكثير من النواقص المستلزمات المعيشية اللي تحتاجها مدينة الموصل. أول يوم نوروز طلعنا وقبل المغرب عرفنا هالفاجعة وانقهرنا كثير، يعني انقهرنا على أخواننا بالموصل. أمر من السيد الرئيس مسعود البارزاني بأن صار حداد عام كردستان، ما حد ما طلع بعد أعياد نوروز، ما حد ما طلع، فكل منظمات والش اسمه من محافظ دهوك محافظ أربيل تهيئوا بدز المساعدات على الموصل وما قصروا الحمد لله. وأنا أسهم جاي ضابط من بيشمركة جاي هنا أشوف الوضع، صفر الوضع يابا، خليه بقول بس شوي ينظفون الشوارع، يرتبون، يعمرون، يعطون الحفرة، خليه بقول بس ما هيك فساد تدمر هذا البلد، تدمر هذا المدينة. فندعو من أخواننا أن ينتموا، والله ينتموا على قليل
احسن لهم. يهتموا. ينافس الشباب الشعب بالموصل يعني ايه اجتماعي. ايه والله من البارحه دا اشوف العالم يعني حيل حيل مترحبين مبادرات مسعود بارزاني. يعني العالم كلموا من هالوضع. من الخدمات. من الامان. كل شيء. ليش دافعني احمر والدي انا شو اعطيه لك اليوم راح نستقبل الشباب من محافظات العراق وايضا من اقليم كردستان والمكونات نينوى. الوقفه راح تكون تضامنيه مع جرح نينوى، مع حادثه العباره، مع الكارثه اللي صارت. راح تكون تضامنيه مع اهل نينوى. شباب نينوى اليوم ايضا تجمع لاستقبال الضيوف اللي راح يجون. صراحة هي رب ضارة نافعة. للأسف خسرنا هواي شهداء، خسرنا أطفال، خسرنا نساء، لكن أيضا لقينا تضامن كبير. يمكن أشفى جزء من جرحنا اللي صار، من الحادثة اللي صارت هنا. شباب تضامن معنا مع جرحنا وبشكل عام، لأنه الجرح هو عراق، الجرح لكل الإنسانية. لقينا أنه ناس تضامنوا من كل دول العالم حول جرحنا. نتأمل من الحكومة أنه تحاسب الفاسدين، تحاسب المقصرين، تحاسب إدارة الجزيرة السياحية، إدارة العبارة اللي صارت، لأنه من أمن العقاب أساء الأدب. نتمنى أنه هاي الحوادث ما تتكرر، نتمنى أنه نتعلم من أخطائنا، نتمنى أنه الناس أيضا تحافظ على سلامتها، تدير بالها على أنفسها، لأنه مو كل شيء لازم الحكومة تسوي لك. أنت عندك أطفال، عندك نساء، ما معقول تروح تفوتها بنص المي ويغرقون. أيضا المواطن يتحمل جزء من المسؤولية، لازم أنه إحنا نكون حريصين على أرواحنا وأرواح أطفالنا ونساننا بشكل أكبر. الحكومة أعتقد تأخذ إجراءات صحيحة. صارت إقالة للمحافظ، ممكن راح تكون محاسبة المجلس المحافظة. أيضا نتأمل أنه أي مقصر، ما نسمي بدون أسماء، أي مقصر، أي شخص ما أدى واجبه، نتمنى أنه يتم محاسبته من الحكومة. طبعا وقفتنا اليوم من كل محافظات العراقية، من أقليم كردستان إلى البصرة، الشباب جايين وشباب الموصل هسه موجودين ويانا حتى نوصل رسالة للعالم كلها وللحكومة العراقية، أنه إحنا كشباب كناشطين المدنيين من كل العراق، إحنا أصواتنا موجودة وإحنا موجودين، وهدفنا واحد، هدفنا هي خدمة أهلنا وناسنا. واليوم أسه إحنا بهاي الوقفة أكو 70 جثة، أكثر من 70 جثة تحت المياه نهر دجلة، لحد هسه ما قدروا يطلعوه. أنا أطالب من خلال أي قناة أو أي إذاعة موجودة هنا، أنا أطالبكم انه يكون اكو استنفار جهود حكومي من رئيس الوزراء. طالب انه الشرطه النهريه، ليش عندنا الشرطه النهريه اذا صار له 8 ايام 70 جثه موجوده تحت النهر لحد هسه ما قدروا يطلعوه؟ كل الغواصين والفرق اللي جو مشكورين، اللي جو من الجنوب، اللي جو من الشمال، واللي جو من الاقليم كردستان، حتى اللي ترجوا احنا نشكرهم كل الشكر، لكن لحد هسه ما قدرنا نطلع غير جثتين ثلاثه. 70 جثه ناس اهلها مفقوده، اطفالنا شبابنا موجودين تحت المي ما حد قدر يطلعهم. احنا نطالب من رئيس الوزراء انه يدخل ويسوي استنفار جهد كل المحافظات العراقيه، يجيبون الشرطه النهريه، يجيبون الزوارق، يجيبون المعدات الحديثه، حتى نقدر نطلع اطفالنا وشبابنا ونسائنا جوا النار. نار كل شيء مريض. رسالتنا واحده، رسالتنا هي ضد الفاسدين، رسالتنا واحده انه احنا كنا ايد واحده من الشمال للجنوب. جينا اليوم من سهل نينوى، تحديدا القرى الشبكيه اللي نمثل المكون الشبكي في تجمع ابناء الموصل او ابناء الحدباء لاستقبال الوفود القادمه من الجنوب والفرات الاوسط لتعزيه ولمشاركه فاجعه العباره. والشهداء نقول لهم نعم انتم اهلنا، والموصل موصل كل العراقيين. يسعدنا ويشرفنا هذا اليوم ان نقف جنبا الى جنب مع العربي والكردي والتركماني والمسيحي والإيزيدي والكاكي وبقية مكونات الموصل، ونقول لهم اللحمة الوطنية الموجودة في مدينة الموصل والحدباء الحبيبة ستبقى رغم صعوبة الظروف التي نمر بها نحن كعراقيين وموصلين. واقع الموصل نحن في مرحلة تغيير إن شاء الله، نحن في مرحلة تغيير، ولكن التغيير لا يأتي به المسؤول فقط، وإنما التغيير يحتاج لتعاون مباشر من المواطن، والذي يعتبر أصغر لبنة في المدينة
مع بقية المسؤولين ودوائر الدولة. وقفة تضامنية من جميع محافظات العراق سوف يحضرون هذا اليوم أمام الجزيرة السياحية مشاركة أهل نينوى بفاجعتهم. طبعا هنا نحب ننوه أنه كل المحافظات تعاني من الفساد، الفساد اللي يؤدي بنا للتهلكة. هذه فاجعة العبارة لن تكون الأخيرة، هنالك فاجعات أخرى نتوقعها بسبب الفساد الإداري والمالي اللي حاصل في العراق جميعا. اليوم يجب أن نقف وقفة جادة لمحاسبة الفاسدين وإعادة الدفة إلى مسارها الحقيقي ومسارها الصحيح. العراق اليوم يحتاج إلى وقفة جادة لمحاربة تلك الأنظمة الفاسدة التي جثمت على صدر العراقيين. بصراحة الواقع الصحي جدا مزري في مدينة نينوى بالأخص. تعاني المستشفيات من قلة الكوادر، قلة الأدوية، قلة الأسرة، قلة الأبنية. الأبنية مدمرة، المستشفيات غير مؤهلة أصلا لاستقبال المرضى. تعاني من واقع بيئي مزري في داخل البنايات الصحية. من هنا نطالب وزارة الصحة والسيد عادل عبد المهدي بالالتفات للواقع الصحي، لأنه بصراحة لو حدث أي كارثة صحية في مدينة الموصل سوف تحصد أرواح الكثيرين. باعتبارنا ممثلين عن اتحاد طلبة والشباب فرع نينوى، اتحاد طلبة شباب كردستان فرع نينوى، جينا هنا وقفة تضامنية مع أخوتنا اللي جايين ضيوف، طبعا هم من كافة محافظات العراق. اليوم وقفة تضامنية مع فاجعة العبارة في جزيرة السياحية، ونحن أيضا نشكرهم، وطبعا جيتهم من المحافظات إلى هنا. وبنفس الوقت نحن نشكر حكومة إقليم كردستان على دعمها لمحافظة نينوى، ونشكر أيضا أهالي محافظة الجنوبية بصرة، نجف، كربلاء، ودور المنظمات المجتمع المدني في دعم هاي الفاجعة اللي أرسل لنا طواقم من الغواصين إلى محافظة نينوى. ونشكر كل اللي واسانا بهذا الموقف الحزين، ونشكر كل المنظمات والدول اللي عزتنا. أنا باعتباري مواطن بالنهل الموصل الصراحة يعني الخدمات حيل فد مرة يعني كثير، يعني ما نقدر يعني نقدر حالتها، لأن فد مرة يعني متدهورة، لا جسر، لا صحة، لا تربية، يعني هاي الدوائر الخدمية، لا كهرباء، يعني كل هاي نحن نفتقر لها صراحة من ديت الموصل. نتمنى من الحكومة المركزية والخلية اللي شكلها رئيس الوزراء إن شاء الله يدعمون هذا الشيء، ونحن أيضا راح نكون معهم كطلبة كشباب. هذا الخلية اللي شكلها، والله أنا صراحة متفائل اختيار رئيس الوزراء لهاي الشخصيات على مستوى مدينة الموصل. نحن يعني نتفائل بهم بالخير إن شاء الله، نحن ندعمهم كشباب. شباب مدينة الموصل بوقفة تضامنية مع شباب العراق لموقع فاجعة العبارة. طبعا الواقع خدم في عمرة نينوى متأنة جدا، بحيث لا يوجد لا تبليط للشوارع ولا سوء خدمات صحية كافة في المناطق المحررة، خصوصا في الجانب الأيمن، كونه يعاني من قلة الخدمات الكثيرة. الواقع التعليمي انخفض جدا بعد دخول داعش الإرهابي إلى محافظة نينوى، وذلك لتغيير المناهج من قبل داعش الإرهابي، ولكن بعد التحذير كذلك جاد التقصير الملحق بالحكومة الاتحادية، خصوصا الحكومة المحلية، بواقع التعليم في محافظة نينوى. أول شيء نعزي أهلنا في مدينة الموصل لهذه الكارثة الكبيرة اللي صار في العبارة. اليوم إحنا متواجدين في مكان الحادث كمؤسسة برزان الخيرية من إقليم كردستان، جينا إلى حتى نوقف ويا أهلنا في مدينة الموصل، ومن البداية النزوح كنا دائما دعما لهم على توصية الرئيس مسعود البارزاني. وفي أثناء هاي الحادثة اللي صار بالتوجيه من سيد مسرور برزاني، جبنا فرق كامل من الغواصات واللي حد الآن موجودين في الموصل
نشلوا في نهر دجلة، اليوم موجودين في جسر الرابع، يوم الجسر الرابع يشوفون الجسر اللي موجود لحد الآن بالموصل. احنا نكون دائما دعما لهم، ونكون هم أهلنا بصراحة، يعني كما أشار به السيد رئيس مسعود بارزاي من بداية النزوع، أهل موصل هو أهلنا، ونبقى وياهم ونساعدهم بكل اللي إحنا نقدر نسوي لهم. مو بس المستشفيات، أبواب إقليم كردستان كلها مفتوحة على أهل موصل، يعني هم أهلنا، أبوابنا ومستشفياتنا وأي دعم اللي يحتاجه إحنا موجودين ندعمها لأهلنا في مدينة الموصل. إحنا جئنا من كل محافظات العراق، من البصرة ومن العمارة ومن الناصرية ومن الديوانية والسماوة، جئنا إلى نينوى. نينوى هي جزء من العراق. العراق واحد من الجنوب إلى الشمال، مهما كانت دوافع الفساد السياسي والمالي والسياسي ومحاولاتهم الفاشلة من أجل تفريق هذا الشعب، يبقى هذا الشعب يد واحدة. باسم كل محافظات العراق نقول شبابنا بنينوى، ما أصابكم أصابنا، وجرح نينوى وهو جرح العراق وهو جرح الوطن. الرحمة والغفران لشهداء نينوى، الرحمة والغفران لكل شهداء العراق، الصبر والسلوان لأهاليهم. البركة بكم شباب، العراق ينتظر أن تكونون إيد واحدة من أجل إعادة بنائه وإعادة مركزه بين دول العالم. العراق عمره 1700 سنة من حضارة، لا ننهزم من السياسة الفاسدة، لا ننهزم من الأحزاب السلطوية، احنا عراق واحد ويد واحدة. وكل اللي أقول لكم إياه، احنا انتوا البركة بيكم، انتوا دعامة البناء، انتوا خير البناء، العراق معتمد عليكم، فشدوا حيلكم. وخسارتنا كبيرة بالضحايا، لكن البركة بيكم من أجل النهوض ومواساة عوائل الشهداء. شكرا لكم والبركة بيكم شبابنا. حبيبي أبو إسماعيل، أي والله، نتيجة الحادث المأساوي اللي صار في مدينة الموصل، حادثة العبارة الأليمة واللي أرضحتها مئات الأبرياء من النساء وأطفال والرجال، قدمنا اليوم بوفد كبير يضم محافظة العراق. أنا أمثل محافظة الديوانية، نقدم تعازينا ووقوفنا ومواساتنا مع أخواننا وأهلنا في محافظة المثنى، والذي حدث لهم حدث لنا. مسؤولية الحادث نحمل الجهات الفاسدة، لأن الفساد نعم، نطالب تقديم الجنايات للقصاص وبأسرع وقت. والله إحنا إشمان نعمل من وقفة من احتجاج ما ترتقي إلى حجم الكارثة اللي صارت بهذه العبارة، بهذا المكان اللي أدمى قلوبنا من بغداد إلى البصرة إلى الديوانية إلى كل محافظات العراق. إحنا جينا نقول للأهل الموصل، للأهل الضحايا، أنتوا أهلنا. الطفل اللي راح هو ابني، الطفل اللي راح هو حفيدي، الطفل اللي راح ابن أخوي، ابن إحنا حسينا بالألم لحظة بلحظة حقيقة، وأمنيتنا أنه نقدم شيء لهذا، وهذه وقفة بسيطة جدا، إعلان لتضامننا واللي نقدر عليه حقيقة، وما راح نسكت حقيقة، راح نتابع، لأن هذا الفساد مستمر. إذا هذا ما تحاسب وغيره ما تحاسب، راح تتوالى النكسات. محافظة بغداد الحبيبة جايين لعزاء أهلنا بالموصل ضحايا العبارة. أكيد الفساد المستشري بمؤسسات الدولة، الفساد المستشري بمؤسسات الدولة. اليوم الموصل وضح الإرهاب والقاعدة والميليشيات اللي موجودة مسيطرة على المحافظة. نطالب الحكومة المحلية والمركزية على وقف ذول الأحزاب اللي مسلطة على أرواح الناس، والرحمة لشهداء الموصل، رحمة لشهداء العراق. طبعا حضورنا اليوم من بغداد، المصاب واحد ومصاب كل العراقيين، مو بس أهالي الموصل، مصابنا كنا. هذا اليوم أتينا وحضرنا من بغداد شهداء فاجعة العبارة، اللي أتمنى طبعا
أتمنى من كل إذا أكو كل إنسان شريف اللي راحوا ضحايا العبارة، أتمنى ونطلب من الشرفاء، من الشرفاء أناشد الشرفاء، أنا ما أناشد أي واحد كان، أناشد الشرفاء. أريد إن شاء الله اللي كان المسبب الأول والأخير هو صاحب العبارة، صاحب العبارة هو المسبب الأول والأخير وتابع للأحزاب. أريد إن شاء الله أشوفه يوم متعلق بساعة التحرير، وحوبة هاي الأطفال والنساء اللي راحت بيوم فرحة، ما عندي يعني ما عندي غير هذا الكلام. وأقول لأخوان إن شاء الله أهل الموصل إن شاء الله آخر الأحزان، وراح ترجع الموصل أحسن من الأول بسواعد أبنائه. والله احنا من اهل بغداد اليوم يعني ناشطين بغداد حقيقة، جينا نواسي اهلنا بالموصل حقيقة، وهاي المأساة اللي مروا بيها، وهي مو جديدة على العراقيين بصراحة، قبلها سبايكر وراها الكرادة والنوب، هاي الثالثة جتي العبارة، يعني هي اسبابها واضحة ما يحتاج حقيقة، بس احنا جيتنا الموصل حتى نواسي اهلنا، حتى نثبت لكل العالم وكل المغرضين بانه الشعب العراقي يبقى واحد وما حد يقدر يفرقه، مهما يكون المغرضين ومهما يكون الطائفين موجودين، العراق يبقى واحد والى النهايه يبقى واحد ان شاء الله. جئنا لنعزي ذوي الشهداء على هذه الفاجعه الكبرى، ونشكر أن من أهل الجنوب جاءوا تضامنا مع أهل الشهداء، الرحمة للشهداء والخلود لهم، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة يا أرحم الراحمين، وأن يصبر ذويهم، ينطيهم الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. كل إحنا عراقيين إيد وحدة. جئنا من بغداد ومن كل محافظات الجنوب نعزي أنفسنا وأنفسكم بهذا المصاب الجلل، نحن نتألم ودموعنا تذرف على هذه الحادثة، الرحمة لشهداء هذه الواقعة، وتحية لكل شيوخ أهل الموصل الشجعان وأمرائهم وشيوخهم وقادتهم، نحييكم ونحيي هذه الجهود التي بذلتموها من أجل إنقاذ الكثير من الغرقى الشهداء، وهذا هو دينكم وشأنكم أنتم الـ يعني ما أريد أذكر الأسماء العشائر، وإنما كل عشائر الموصل هم علم وراية لكل العراقيين، هم حماة الدار، هم الذين يدافعون عن هذا البلد بكل الطرق المتاحة. نحييكم، والله العظيم هذه الحادثة ألمت بنا وجعلت العراقيين يعني كلهم واحدة موحدين من البصرة الصامدة إلى شمال العراق، كل احنا معاكم مع معاناة هذه العوائل، اللهم ارحمهم، اللهم اسكنهم فسيح جناته وادخلهم جنات النعيم، والصبر للعوائل ومحبيهم، ونحن دائما على العهد باقين، نحن عراقيون ونشعر بشعور أي حالة مأساوية اللي تمر بينا. نعزي أبناء الموصل الحدباء، نعزي أهالي الموصل بهذه الفاجعة الأليمة، بهذه الفاجعة التي وقعت كالصاعق على جميع أبناء العراق. نحن كأبناء ذي قار وقفنا أكثر من مرة حداد، ووقفنا دقائق صمت، وفعلنا مجلس عزاء لشهداء العبارة ولم نكتفي، اليوم أتينا من ذي قار والبصرة والعمارة والناس وجميع محافظات العراق لنثبت أننا يد واحد، لنثبت أننا قلب واحد، لنثبت أننا أبناء هذا البلد. اليوم حادثة الموصل هي حادثة في ذي قار، اليوم شهداء الموصل هم شهداء ذي قار وأخوتي وأبنائي وأبائي. نعزي ونواسي أهل الموصل جميعا وأهالي
العبارة ونطلب وندين ونستنكر هذه الفاجعة ونطلب بكشف التحقيق من فساد حكومة مركزية وتقصير عن محافظة الموصل وفساد حكومة محلية وتقصير عن محافظة الموصل وأبناء الموصل ونطلب ومحاسبة أصحاب الجزيرة السياحية الذي استهانوا بالدم العراقي مسلم كاسب الزيدي أحد أبناء ذي قار. هذا الخبر كان بمثابة ضربة يعني بمثابة حدث مأساوي جدا اتجاه محافظة البصرة. هالحدث يعتبر من سلسلة الجرائم المنهجة اتجاه الشعب العراقي، يعني إن كان تفجير وإن كان قتل وإن كان في حد العبارة وغيرها. تهاون المسؤولين بشكل كبير جدا اتجاه هاي الحادثة وكأنما الأمر لا يعنيهم وكأنما الميتين هم ليسوا من أولادهم وكأنما مجرد ناس عاديين خلص ماتوا يجون غيرهم وغيرها. هذا بصراحة يؤدي إلى أنه الكل متواطئ بهذه المسألة. لذلك نطالب الجهات المعنية المسؤولة المتمثلة برئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان الكشف عن ملابسات هذه القضية والإنزال أشد العقوبات للمقصرين. جئنا من محافظة ديوانية لكي نعزي أهالينا في محافظة مثنى السماء النينة والعزيزة بمناسبة انتكاسة العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ناشطو محافظة بغداد، جئنا نعزي ونواسي أهلنا وأخوتنا في مدينة الموصل العزيزة بمناسبة كارثة العبارة الأليمة التي آلمت كل العراقيين ليس على مستوى الموصل إنما من الجبل إلى الهور. وأنا أحد المفروض أخويا مواليد 1999 يونس حسن محمد، من يوم الحادث إلى يوم إلى هذا اليوم، اليوم صار 4 أيام ما نعرف عنهم أي شيء ولا أي جهة اجت، ولا يعني بعدين المحافظة ما بيها لا غواصين ولا يعني المحافظة كاملة بيها بلم واحد غواصين اثنين. طبعا ما الـ عندك الـ هاي جايبين اطفال ادري هو يعني هو مو حريق، جايبين اطفال ابو هذا ابو العبارة ما حد حاسبه ولا حد يعني حجزه. اليوم يعني اليوم صار له 4 أيام الأفندي ما حد ما ولا حد يعني قال أو بالحجز أو بأي شيء. نجادات يعني أبسط شيء نجادات ب2000 دينار لهذول الناس اللي تصعد لبسهم نجادة كل شيء صير سبحان الله، ما ملبسين لا نجادة لا لأي واحد ولا أحد. هاي اللجنة التفتيش هنا موجودة، هاي الركن هسه هي موجودة، هاي العمارة هي البارح حكينا على قناة طبعا اليوم قالبين هاي العارضة مالتهم على أساس إنها مو لجنة تفتيش. لجنة التفتيش هي لجنة تفتيش مياه سياحة نينوى، ماكو أي شيء ولا أحد حاسبهم ولا أحد أي شيء وصل. وإحنا نطلب من المسؤولين أن يبعثونا غواصين، يبعثونا زوارق، يعني الناس تطلع يعني زورق واحد بس.